تعد الفيضانات أحد المصاعب الكبيرة التي يواجهها البشر منذ الزمن القديم، ووردت بشأنها تسجيلات في التاريخ الصيني القديم وكتب الأديان الثلاثة. وتسببت الفيضانات في نهر اليانغتسي الصيني بأضرار كبيرة للأجيال الصينية، حيث أدت إلى تشرد السكان وانهيار المباني في موسم الفيضانات في وقت سابق. فما الذي جعل الفيضانات لا تتكرر سنويا في نهر اليانغتسي كما كان الأمر سابقا وعبر التاريخ؟ وكيف يجلب سد الخوانق الثلاثة للشعب الصيني المصالح والمنافع؟ يعد سد الخوانق الثلاثة أكبر مشروع للري والكهرباء في الصين وحتى في العالم، وهو يشمل السدود ومحطة الطاقة الكهرومائية وغيرها من المباني. وقد طرحت هذه الفكرة على يد سون ياتسين، القائد السياسي المشهور لبناء هذا المشروع، وفي كتاب له بعنوان الخطة العامة للبناء الوطني قاموا ببناء هذا السد، حيث يبلغ طول هذا السد الفريد نحو أكثر من 2.3 كيلومتر، وبارتفاع 185 متر للجزء العلوي من السد، وتصل الاستثمارات الإجمالية له 95 ملياراً و460 مليون يوان صيني. وبدأ بناء هذا السد رسميا في 14 من ديسمبر عام 1994، واختتم بناء المشروع الشامل في 20 من مايو عام 2006. بعد انتهاء بناء سد الخوانق الثلاث، سيشكل السد خزانا يبلغ طوله 600 كيلومتر باستخدام تخزين المياه بالتقسيط، وبهذا يصبح المشهد الطبيعي الجديد النادر في العالم، بالإضافة إلى لعب دور مهم في مكافحة الفيضانات والشحن المائي. وفي عام 2018 تجاوزت كمية توليد الكهرباء 100 مليار كيلو واط ساعة، بما يسجل رقما قياسيا لتوليد الكهرباء السنوي بالنسبة إلى محطة الطاقة الواحدة. وباعتباره أكبر مشروع للري العالمي، إنه سجل الأرقام القياسية في مجال الهندسة المائية. يكافح هذا السد الاصطناعي الكبير صدمات نهر اليانغتسي يوما بعد يوم، ومن الطبيعي أن يتساءل الناس أما إذا كانت صلابة هذا السد التي تستطيع مقاومة مثل هذه الصدمات القوية ستستمر أم لا. لنكتشف سويا للإجابة على هذا السؤال، استخدم في بناء هذا السد حاجزا إسمنتيا، بالإضافة إلى التصميم الذي جعل السد مقاوما بشكل خاص. ومن غير المعروف أنه تم استخدام 17 مليون متر مكعب من الخرسانة، بالإضافة إلى 460 ألف طن من حديد التسليح، ولا يمكن أن تخترقه الفيضانات ولو حتى بالصواريخ. وبمعنى آخر، هذا السد عبارة عن جبل مصنوع من الخرسانة تماما. وبالإضافة إلى صلابة الجسم، إن الصين تسعى إلى حماية السد بشكل مناسب وجيد. وبعد 10 سنوات من اكتمال سد الخوانق الثلاث، تلتزم مجموعة الخوانق الثلاثة بإجراء البناء والتشغيل المنظم للمشروعات على أساس الحماية الأيكولوجية، وتهتم بتنسيق حماية المشروع والحفاظ على الطبيعة، حيث تتخذ مختلف الإجراءات الفعالة لحماية البيئة البرية والمائية. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب سد الخوانق الثلاث دورا مهما في مكافحة الفيضانات وتوليد الكهرباء والشحن المائي وتربية الأحياء المائية والسياحة، ومشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال وإمدادات المياه والري، ولا يمكن مقارنته بأي محطة كهربائية هائلة في العالم. واليوم يصبح مشروع سد الخوانق الثلاثة الصينية درعا قويا لأكثر من 15 مليون شخص في الحوض المتوسط والسفلي لنهر اليانغتسي لمقاومة الفيضانات، ومصدرا هاما للطاقة الكهربائية لأحد عشر مقاطعة ومدينة في الصين. ووجوده ينجح في منع فيضانات نهر اليانغتسي ودفع مرور الشحنات المكوكبة في سطح النهر، فيما يحول نهر اليانغتسي إلى قناة ذهبية للصين. إذا أردت اكتشاف المزيد من هذه المعلومات، لا تبخل علينا بالضغط على زر أعجبني والانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.